إلينا محلل أول في أسواق مالية في إكويتي جروب أستاذ سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح أسواق الأسهم وتقلب أسعار الذهب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن بداية لاحظنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي العديد من العوامل التي أثرت على أداء الدولار ومؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية. ماذا عن تعاملات هذا الأسبوع وما هي توقعات؟ صباح الخير. بالفعل كان الأسبوع الماضي أسبوع مميز من ناحية المستجدات الاقتصادية وكذلك البيانات الاقتصادية التي صدرت. أذكر منها على سبيل المثال للحصر قرار الفدرالي الأمريكي بخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15 مليار دولار أمريكي، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت توظيف 531 الموظف جديد من المواطنين الأمريكيين لينخفض معدل البطالة إلى 4.6%. هذه البيانات أيضا سيتبعها هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية، وعندنا أيضا تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على عدة أيام، لكن سيركز المتداولون على بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعدما قرر الديمقراطيون في الولايات المتحدة تمرير حزمة تحفيزية قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي، وذلك من أجل إنفاقها على البنية التحتية في الولايات المتحدة بما يشمل الطرق، مما يعتبر أيضا تحفيز مالي جديد أقرته الحكومة الأمريكية. فقط ينتظر الآن توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأتوقع أن يبدأ العمل بهذه الحزمة اعتبارا من بداية هذا الأسبوع، وهذا قد يكون له تأثير مباشر على الدولار الأمريكي لينعكس على سلة من العملات الرئيسية أمام الدولار. فحزم التحفيز في العادة تحفز وتدعم أسواق الأسهم، لكن في المقابل تدخل الدولار الأمريكي في بعض التذبذب، لكن مع قليل من الميل للانخفاض، حيث شهدنا الجمعة الماضي انخفاض الدولار مقابل اليورو الجنيه الاسترليني وعديد من العملات الأخرى، وكان الانخفاض نوعا ما محدود، لكن ربما سنشهد هذا الأسبوع المزيد من الانخفاض على الدولار الأمريكي، خصوصا في حال استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع بعد أن وصلت بالفعل لمستويات قياسية. أذكر منها وصول داو جونز لأعلى من 36 ألف نقطة الأسبوع الماضي لأول مرة في تاريخه. نعم أستاذ سركيس، فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني وتحديدا بعد يعني القرار المفاجئ لبنك انجلترا حول يعني اسعار الفائده، هناك ارتفاعات متتاليه، ماذا نتوقع للجنيه الاسترليني الان؟ بالنسبه للجنيه الاسترليني لو قارناه بتحركات اليورو او ايضا الين الياباني وغيره من العملات، تفاجأت الأسواق المالية في أن بنك بريطانيا المركزي أو بنك إنجلترا لم يرفع الفائدة ولم يشر حتى إلى رفعها ولم يقلص برامج شراء السندات لديه، وهذا ما سبب انخفاض ملموس في الجنيه الإسترليني ليتم تداول الجنيه الإسترليني عند دولار و34 سنت مقارنة في مستويات أعلى من دولار و36 سنت سابقا. الآن بالنسبة للجنيه الإسترليني ربما سيحاول التعافي بعض الشيء، لأن التوقعات الجديدة في الأسواق المالية ما زالت تشير إلى أن بنك إنجلترا المركزي ربما سيتوجه لرفع الفائدة خلال شهر 12 المقبل أو حتى بداية عام 2022، وهذا ما قد يكون أيضا سبب لمحاولات للجنيه الإسترليني بأن يتعافى قليلا مقابل الدولار ويحقق بعض الارتفاع. نعم أستاذ سركيس، بالعودة إلى الدولار ومؤشر الدولار، لاحظنا بأن بيانات التوظيف هي التي يعني دفعت باتجاه المؤشر نحو أعلى مستوياته تقريبا منذ عام، يعني إذا نظرنا إلى إغلاقات يوم الجمعة، وأيضا الحديث بأن التضخم يعني نوعا ما مؤقتا وذلك بالاستناد إلى التصريحات الرسمية وخاصة من الفيدرالي. هل نتوقع رفع قريب للفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة دون الموعد المحدد أو نوعا ما دون التوقعات؟ الآن بالنسبة للفدرالي الأمريكي بدأ بالفعل بخفض تحفيزاته الاقتصادية من خلال خفض قيمة برامج شراء الأصول، يعني كان عندنا برامج شراء أصول قيمتها 120 مليار دولار أمريكي حد أدنى شهري، والآن سيبدأ منذ منتصف الشهر الجاري تشرين الثاني بخفض مقداره 15 مليار دولار أمريكي كل شهر. هذا يعني بأن الفدرالي الأمريكي سيبدأ بداية بتقليص حجم التحفيزات التابعة لبرامج شراء السندات، وبحسابات بسيطة نستطيع أن نشتق بأن الفدرالي الأمريكي ربما لن يرفع الفائدة قبل النصف الثاني من العام 2022، وبالرجوع أيضا لتوقعات مجموعة CMA والتي تقدم توقعات الأسواق والمحللين للفوائد في الولايات المتحدة الأمريكية،
أقرب التوقعات تشير إلى تحديدا منتصف العام المقبل 2022، وبالتالي من غير المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن يبدأ الاحتياط الفدرالي بتقليص برامج التحفيز التابعة لأسعار الفائدة. نعم أستاذ سركيس، ماذا عن يعني الأسواق الأسيوية وأيضا العملات الأسيوية؟ نلاحظ بأن الين الياباني لا يزال في المناطق الحمراء، وقضية إيفرغراند يعني لا تزال تؤثر على الأسواق بالرغم من سداد بعض الالتزامات المترتبة على هذه الشركة. ماذا نتوقع للأسواق الأسيوية في خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا؟ الآن من الجميل أنه بدأنا هذا الأسبوع ببيانات اقتصادية غاية في الإيجابية صدرت من الصين، حيث البيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين أظهرت فائض تجاري قياسي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو أكبر اقتصاد آسيوي، حيث حققت الصادرات نمو بلغت نسبة حوالي 27%، بينما حققت الواردات نمو قرابة 20%. هذه البيانات ربما ستكون دفعة إيجابية لأسواق الأسهم الآسيوية مع افتتاحية الأسواق المالية التي تبدأ ليلة الأحد على الاثنين. لكن يجب النظر إلى موضوع مهم، أن عملات الدول الآسيوية مختلفة في أدائها بتجاوبها مع أداء أسواق الأسهم وأسواق العائد المرتفع وأسواق العائد الثابت. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت أسواق الأسهم فربما سنشهد ضغوط على الين الياباني، لأن الين الياباني يتحرك بشكل عكسي أمام الأسهم، وهذا لأن المتداولين يستخدمون الين الياباني لتزويد المتاجر التي تسمى بالعائد، مما قد يضعف الين الياباني، بينما أسواق الأسهم ربما ستشهد أداء إيجابي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.